النهارده مقال مهم قوي. هو الحقيقه المقال كان المفروض بكره معايا، ده انا بكتب يوم الاثنين عاده في مصر في يوم السابع، ولقيت الاستاذ خالد صلاح كلمني وقال لي انا هنزله تحقيق وعايزك تمدني بالصور والمعلومات اللي تؤكد صحه كلامك المقال وكده. فقلت له تحت امرك ونزلت اديته الحاجات اللي انا شفتها. طبعا مما لا شك فيه ان يعني لو جينا نقيس مساله مصر وفرنسا، فرنسا من اولى الدول اللي وقفت جنبنا وادتنا سلاح وعملنا صفقات مع بعض، واعتقد ان كان في عقاب شديد من الامريكان من خلال اللي حدث عندهم من التفجيرات اللي حصلت دي. ما كانتش محض صدفه، عمرنا ما سمعنا عن تفجيرات بهذا الشكل في فرنسا يعني. تاني شيء الـ 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 في البعد اللي انا خدته جوه المقاله اللي اشدت بيها يعني ان في احنا ناسيين ان اكبر شركتين في العالم الاهلي والزمالك او ريال مدريد وبرشلونه او كده بتوع الطيران هم البوينج وهي امريكيه الصنع والايرباص وهي فرنسيه الصنع. كافه الحوادث اللي تعلقت بمصر مؤخرا وهي حادث الاختطاف دي كانت طياره ايرباص. تاني حاجة حادث الطائرة الروسية اللي طلعت من مطار شرم الشيخ كانت طائرة ايرباص، ومؤخرا الطيارة اللي سقطت الطائرة المنقوبة اللي سقطت منذ ايام كانت ايضا ايرباص. الخط بتاع انا بسافر كتير جدا وبسافر على مصر طيران، فانا عايز اقول لك ان الخط بتاع مصر طيران بالليل ده غالبا ما يكون 737-800 اللي هي طيارة بوينغ، نادرا لما يطلع عليه طيارة ايرباص، وده انا اشرت له في المقال. وبس بتطلع يعني ممكن مثلا من 30 رحله في الشهر تلاقي مثلا اربع رحلات خمس رحلات يبقى ايرباص. حصل ان في بنت انا شفتها، انا دخلت قعدت ابحث في الموضوع على المواقع بتاعه اخواننا اللي بيشتغلوا في مصر الطيران. فشفت بنت اعتقد اسمها ايه كتبت ان الطياره بتاعه العصر اللي هي برضه ايرباص، خلي بالك اللي هي برضه ايرباص، بيطلع عليها طاقم النظافه ده بيبقى تابع للمطار بتاع بلد المغادره او بلد الاقلاع، وهي كانت باريس او مطار شارل دي جول. طلعوا طاقم النظافه ده ونظف، وبعد كده الخطوات اللي بتحصل بعد كده ان الشيف بتاع الطياره اللي هو كبير المضيفين بيوقع على دفتر ان الطياره اتنظفت وكله تمام، وقع ونزلوا طاقم النظافه. الا اثنين قعدوا يتلكعوا كده وراحوا مراجعين في اخر الطياره. الشيف بيبقى موجود عند منطقه البيزنس او الكوكبيت او المنطقه اللي بيبقى فيها الطيار. رجعوا لاخر الطياره بيطلبوا برضه يعني حاجات، فاثاروا ركبته ده اللي البنت كباه، فبعت المضيفين يبصوا يشوفوا العيال دي بتعمل ايه، فارتبكوا ومشوا. ده لازم نحطه في الحسبان لان الطياره بتاعت الظهر دي اللي هي ايرباص دي كانت 330، 330 دي بتتسع الى عدد ركاب كبير فوق ال 250 راكب او حاجه زي كده. فكانت الحادثه هتبقى اكبر. لما فشلت ده استنتاجي او استنباطي، فحصل على الايرباص بتاع دي. ليه ايرباص؟ لان الامريكان مش هيخشوا في ان الطياره فيها عيب تقني، فنرجع على شركه بوينغ. وده لحضرتك المقطع اللي كنت بتذيعه من شويه للرئيس مبارك لما حصلت الحادثه بتاعت 99 في امريكا. مش هيرموا على نفسهم العيب التقني لان ساعتها هم اللي هيدفعوا التعويضات. وفي نفس الوقت فرنسا لو ده حادث ارهابي المسؤوله بلد المغادره زي ما احنا كده في شرم الشيخ قطعوا عننا الميه والنور والسياحه، وانجلترا على طول راحت طالعه ومعرفش المانيا وكله وروسيا نفسها ولقوا كل الرحلات اللي على عندنا، فهتبقى المشكله اللي هتدفع التعويضات دي هتكون دوله فرنسا. اذا نخش بقى في سكه ان الراجل ده مجنون وانه انتحر وقل الكلام الفاضي اللي كل مره بنسمعه عن المصريين وعن الطيارين المصريين. مما لا شك فيه ان البلد مستهدفه، مما لا شك فيه ان هم مش عاوزين يخلوا القياده السياسيه بتاعتنا تبقى مركزه في اللي بتعمله والتطوير اللي بيحصل في البلد والخروج من مازق الخمس سنين الفوضى اللي احنا كنا عايشين فيها دي، مش عاوزين ان هو يركز وعاوزين ينفذوا برضه هذا الخطط. والغريبه ان الامريكان اول ناس يقول، طب هل هو الحمام ولع زي ما قالوا ولا زي ما قال استاذنا الفنان الكبير نبيل حلفاوي الطيار ولع في نفسه في الحمام، ولا الازاز اتكسر، ولا هو ايه انتحر ازاي، ولا 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 كل دي مسائل عمالين نروجها اعلاميا ومفيش حد من عندنا اعلاميا كثيرين بيطلعوا يردوا على هذه الشائعات ويشوفوا ايه اللي يقدر. طبعا الصندوق الاسود اكيد هيجاب عن طريق وزاره البترول بتاعتنا بعد
توجيهات سيادة الرئيس وهنشوف ايه اللي حصل. مفيش طياره في الدنيا بتقع بدون استغاثه. في حاجه حصلت غلط، يا اما حادث ارهابي يا اما حادث ارهابي برضه. مش ممكن يكون بره حكايه انه حادث ارهابي، ولازم نركز في المعلومات اللي موجوده على صفحات ناس طيران. وبرضه بما اننا جينا بقى لحكايه ناس طيران والحادثه، انا بتكلم على الاخوان اللي هو المضيف محمد عطيه ده ولا اسمه ايه؟ ده دلوقتي ولد اسمه محمد عطيه، وده انا اشرت اليه، ده طلع بعالم فندم رابعه اتصور وانا حاطه في الموقع افتح اليوم السابع وجيب. معلش انا اسف في العربيه، فانا مش متابع لو كنت جايبه ولا لا. هتلاقيه تحت المقاله، هو مرفق في المقاله. نعم عرضنا صورته. طلع بعلم طلع بعلم هذا الشاب على الطائره مصر للطيران في ايام ما قبل فض اعتصام رابعه بايام، وبيروج ان مرسي راجع ومتصور بعلم الاخوان المسلمين في الطياره، ودي طياره كبيره ماهيش طياره صغيره، وحطها على الموقع بتاعه اللي هو طبعا مرتبط بمواقع زمايله شركه مصر للطيران، سواء طيارين او مضيفين او عاملين في مصر للطيران او وزاره الطيران المدني. اثنين، يطلع هذا الولد بعد ما يحصل فض رابعه وتقوم ونخلص من الكابوس اللي كان على قلبنا ده، فيسافر في رحله الى لندن ويبقى مربط مع عياله، وده كلام اللي موجود على الصفحه وانا نشره، ويروح نازل في لندن ويلجا سياسيا الى بلد التي تأوى المجرمين والارهابيين والفرسين وكل حاجه بحرف الاين. يعني هي لندن معروف تمشي طول ما انت ماشي انت بتقابل ناس هاربين يعني. ينزل هناك ويلجا سياسيا، وهي ترعاه وتقول ان هو راجل اللي هو قدمه، يعني ان هو حكومه الدوله المصريه بتضطهدني مني من الاخوان وانه الفيلم الهابط اللي احنا بنسمع عنه ده، ويمر مرور الكرام. اول تعليق هتلاقيه برضه له، بس هو مش مرفق في المقاله ان هو في كلمات نابيه سواء في حق القياده السياسيه او في حق وزير الطيران ووزاره الطيران، لكن انا ممكن ابقى ابعته لحضرتك يعني هذا الرابط. الراجل ده بيشمت في الموت وبيشمت في وقوع الطياره وبصوره بشعه جدا، لازم برضه تتحط في الاعتبار، لان مين اللي عنده مين اللي هيكسب من حاجه زي كده؟ مين اللي من مصلحته يعمل حاجه زي كده؟ تابعوا قنوات الشرق والمرء والاخوان والناس اللي يا راجل شفت فنانين طلعوا اخوان، استاذ هشام عبد الله ومراته اللي كانت عامله ثوريه دي ومطلعه عنا، والاستاذ هشام عبد الحميد ومحمد شومان وفنانين وطلعوا هناك وشوفهم بيعلقوا بيقولوا ايه؟ هتفهم على طول ان لازم نربط ونفكر بره الصندوق. اخيرا قبل ما انهي معاك، اتوجه بخالص الشكر والاحترام للسيد وزير الطيران شريف فتحي وعلى ثباته الانفعالي اللي كان موجود جوه المؤتمر الصحفي، اللي للاسف كان فيه صحفيين اجانب يريدون التحرش به وايقاعه في الخطا، وايضا صحفيين مصريين سواء عمد او دون عمد، وانما هو كان بيمثل الدوله المصريه خير تمثيل، وكان راجل فطن لل